ومن بين المحطات محطة يعني تعنى بالبشرة والشعر ونظارتهم يعني، وهذا في هذا الصدد راه حضر ومنورنا بالحضور نتاعو، يعني عنده بزاف مطل شعرينا خاصة يمكن في هذا الموسم كلود اللي توحشتوا الإطلالة نتاعو معنا من خلال برنامجنا صباح الخير كلود. يسعد صباحكم الحلو دائما. أول شيء بدي لكم مبروك على الديكور الحلو، هالديكور الله يسلمك نورتو بيريح حقيقة، يعني أنا مبسوط فيه. صار لك ساعة عم تحكي وأنا قاعد عم بتطلع بكل قطعة بكل هالفن الراقي اللي موجود، وهيدا ألف مبروك لكم على الموسم الجديد. طبعا أنا بنبسط كل مرة أكون بموقع بهالستديو، بفكر حالي أنه أنا كبلدين متعددة لأنه عم تجيبوا هيك كذا ثقافي بقلب هالستديو، وهيدي شغلة أنا بتفرحني جدا ان شاء الله. واحنا اكيد نفرحوا لما طلع علينا من خلال بلاطو، ودائما يعني المشاهدات يعني يطلبوا والمشاهدين يطلبوا مجموعه من النصائح فيما يخص الاعتناء بالبشره، اللي مختارنا لكم موضوع مهم وهو عن اللي يعانوا من بشره جافه. راح يقدم لنا كلود مجموعه من النصائح ونحاولوا انه نخطفوا منه ونسرقوا منه بعض الخلطات الطبيعيه. اكيد اكيد طبعا انت بتعرفي نحن اليوم عم نشتغل على البشره الجافه بموسم الشتاء، البشره المحمرة يعني، وحتى اللي فيها الكبروز عم نشتغل على البشرة اللي فيها الأكزيما وفيها الصدفية. هول كلياتهم نحن كان الموضوع انا وياكي نحن المقشرة طبعا، لانه نحن وقتها بتنشف بتقشر البشرة. موسم الشتي هو مأذي جدا للبشرة وخصوصا بالجزائر، لانه انا بتعرفيني عم بيجي دائما على الجزائر بكل المواسم. فمن هون نحن عم ننطلق بشغلي نقدر نشتغل يعني تراعي نقولوا الجو نتاع الجزائر وتقدم من خلاله النصائح والخلطات الطبيعية. مزبوط. وحتى انا باللاب او باللاب لابوراتوار ببيروت عم بشتغل كبرودوي ناتشوري كلود اللي هو موجود بكل الجزائر، صار بكل الصيدليات. نحن بتعرفي كمان برنامجنا على البنا كل يوم عم نطلع صبحيه وبالمساء كمان لنعطيهم خلطات لنزودهم، شو في عندنا برودويات، شو في عندنا نصائح، شو عندنا خلطات. وغيرنا بالموسم الجديد عملنا جبنا موديل معنا بقلب الاستديو لدغري نقول لهم كيفيه استعمال كبرودوي وكخلطات. يعني اليوم مشحن يعني يعني نشوفوا ونديروا خلاطات، ولكن راح يقول لنا يعني بعض الخلاطات الطبيعيه اللي تهم كل اللي يعانوا من بشره جافه. ولكن نعدكم انه في الاعداد المقبله راح نحضروا هذا فقط، لانه راح حبينا انه نرحبوا بكلود في البلاطو الجديد، ولكن نقدروا انه نخطفوا منه ونسرقوا له بعض الوصفات وبعض الخلاطات الطبيعيه. يلا يعني قدم لنا يعني خلطه. يعني اول شيء خلينا انا وياكي نحن نوصف البشرة اليوم، البشرة الجافة طبعا ناتشوري كلود في نشوفوه كمان الفيسبوك تبعنا كمان صفحة نتاعك على الفيسبوك. على الفيسبوك طبعا كلياتنا بنعرف نحن البشرة الجافة هي دائما بحاجة لفيتامين B12 وكمان بحاجة لفيتامين B2، هول كلياتهم حتى يخلوا البشرة تكون قوية تشتغل بالأنظمة تبعها كلياتها، وحتى ما تخلي هذه البشره لا تتشقق يضل فيها رطوبه. وكمان بالوقت ذاته نحن عم نقول كمان لازم نحن يكون عندنا الفيتامين او. هلا بيقولوا لي كلود انت عم تحكيني بالفيتامينات، بس هول كيف من ولكن احنا نقول لكم يعني وين يلقوهم، وين بيلقاهم هول وكيف بيشتغل عليهم. كلياتنا لازم نعرف نحن شراب يعني نشرب مي كل يوم اجباري ماتان اسوا، كل يوم كل يوم كل يوم بكميه كثير كبيره، هول بيساعدوا البشره حتى ما يصير فيها جفاف. الشغله الثانيه وقت بدنا نغسل الوجه تبعنا الصباح لازم ننشفه مزبوط مزبوط، ما يكون عنده اي اثار او شوي يكون موجود حتى ما يتعرض للهواء. انا وعم بتحدث دائما بالشارع ما بدي العب بلساني كل شوي، هو كمان بيعمل لي جفاف بقلب الشفاف وكمان بيصير في تشققات بقلبهم. هول كلياتهم هول لازم اشتغل عليهم يعني بطبيعة نصائح اليومية، نصائح بطبيعة اليومية. وبالوقت ذاته إذا أنا بحس حالي عندي بشرة كتير 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 جافة وقاعد عم ست البيت قاعدة عم تطبخ، شو لازم تعمل فيها؟ تجيب قشرة الموز من جوا تدهن البشرة تبعها لأنه غنية بالمعادن وغنية بكمان الفيتامين E. طبعا أنا وياكي رح نبلش ب كم وصفة هيك سريعة، وخصوصا في تفاجأوا وقت قلت له عندي وصفة الماسك الكسكس والفستق السوداني. يعني الكسكس ما قدروا يعني نستعملوه للأكل. للأكل، ولكن اليوم
ماسك للبشرة. وتفاجئوا كثير انه معقول الكسكس نحن ايش يلا نتعرفوا على يعني السريع فقط طبعا يعني اول شيء بدي اخذ ملعقة المقادير ملعقة كبيرة ملعقة طعام كبيرة من زبدة الفستق وهي موجودة لازم زبدة الفستق طبعا زبدة الفستق انا بنصح فيها كل الستات بدل ما تحطوا شوكولا واكل للاولاد زبدة الفستق هي كثير مهمة مشان الذاكرة بتنشط الذاكرة لاولاد الصغار وبتقوي لهم ذاكرتهم وبالوقت ذاته هي بتساعدهم وكثير مهمة لاولاد وبامريكا كلياتهم عم ينصحوا فيهم الاهالي ليطعموها للاولاد الصغار طبعا كلياتنا بنعرف انه زبدة الفستق هي غنية بالفيتامين دوز وهي عندها عناصر جدا قوية كرمال البشرة بتخلق فيها عنصر جدا جدا قوي من الفيتامينات وهي بتكافح البذور حتى تبع البشرة قد من المهمة لأنه بتشيلها بتحرقها بهذا المعنى نحن بس هو نحكي عم نحكي ناتورال وبعدين بدنا ناخذ كمان ملعقة صغيرة من زيت الفستق كمان موجود عند العطارين زيت الفستق كمان جدا قوي وسريع على امتصاص البشره وبالوقت ذاته هو غني بالفيتامين او لان البشره اللي هي بحاجه لها كمان بتحارب الشيخوخه بذات الوقت وكمان بتحارب كمان الجذور الحره اللي نحن دائما بنحب نحصرها بالبشره تبعنا حتى ما يصير في عندنا ترهلات ويصير في عندنا بشره هيك ضعيفه منحله لا بدنا بشره دائما مثلك مشركة عم تعطينا يعني عم تعطينا الوجه الحلو دايما على هالشاشة الكريمة بدي اخذ ملعقة من اللبن او الزبادي هول فيها الانزيمات الحمضية اللي هي وفيها معادن وفيها عناصر كثير مهمة ونحن بنعرف اللبن عنده عناصر بيعطي اشراقة للبشرة بيغذي البشرة بيغذي البشرة وبيعطيها اشراقة وبينظفها حتى اذا اللي كان عنده شوية مثلا كلف نمش على الخفيف هو بيقدر يشلوا اياها نهائيا بالوقت ذاته بيرطبها لانه هي عندها كثير من الزبده اللي بقلبها نحن بنقول مش هيك الزبادي هي شغله كثير مهمه للبشره وعناصر جدا اساسيه يلا والخطوه الثانيه وبدنا ناخذ كمان ملعقه كبيره ونصف ملعقه ونصف من الطعام من الكسكس الناعم اوكي بيعزز جهاز المناعي حتى ما يتفاجئوا هني ليش عم بحكي عن الكسكس هو بيشتغل على الجهاز المناعي تبع البشرة وبيعمل مضاد للجراثيم بالبشرة تبعي حتى ما يصير فيها تشققات والفيروسات كمان هو بيساعد هو ضدها وتقرحات الجلد يعني إذا عندي أنا تشققات خصوصا بحب الشباب عندي جروحات بشرتي عم تتشقق من الشتاء يعني أو من فصل الشتاء وعم بيصير فيها أحمرار وعم بيصير فيها كذا الكسكس هو بيساعدها جدا جدا مع هذه الخلطة وطبعا بدي أخذ ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي وبدي أخذ ملعقة صغيرة من خل التفاح لأنه كمان بيساعدني مشان الأكزيما وهو كمان عنصر جدا أساسي تخلط المكونات كلياتها و وبتصير هي مثل العجينة تندهن على الوش كلياته وتبقى 20 دقيقة وثم تغسل بالماء الفاتر وهيك بيكون عندنا بشرة كثير مهمة أكيد ونقولوا كامل يعني السيدات أنه بقية تفاصيل أكيد راح تشوفوها مع كلود من خلال برنامجه الذي يأتيكم على قناة سي بي سي بنا برنامجه دلالي جمالك بيدلل مع كلاود يلا دلوا واكيد بحثوا تساؤلاتكم بقوا على تواصل مع كلاود من خلال برنامجه